السدة الهندية كانت من أجمل المناطق الموجودة السياحية الموجودة بالمحافظة بابل والفرات الأوسط والعراق بشكل عام، وكان يجي السياح من كل مكان يجوها، وكان هذا الشط عامر بالمياه والأسماك، والسدة هذه كانت عامرة تشتغل. أما حاليا فبدأ الإهمال بها من 2003 ولحد الآن. السدة حقيقة ماتت المدينة بعد ما ماتت السياحة بها، وهذا قدامك نهر الفرات عبارة عن أرض يابسة وأحراش، والسدة هذه القديمة شوف منظرها شقد جميل، وهذه العتلات اللي رفع مال البوابات، هذه من راحة السياحة من عندها. يعني بعد التسعينات المدينة ماتت، مواردها ماتت، المطاعم راحت. بعد 2003 لا مي بالشط ولا المدينة انهملت، وهاي عبارة عن أوساخ وأزبال، وما أجى أحد التفت لهذه المدينة وأنصفها. أهالي السد حرصا على المحافظة على تراثها المعماري والحضاري، فهي تناشد المسؤولين بإعادة إعمار سدة الهندية وجعل الماء يتدفق من بواباتها لكي تعاد تلك المناظر الخلابة التي كانت راسخة في أذهان المواطنين عموم العراقيين وليس في مواطني سدة الهندية.